السلام عليكم متابعي قناة عالم النحل الأبي. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصدقائي الكرام، تتذكرون هذه الخلية؟ يعني تكلمت عليها منذ أيام قليلة فقط، منذ 3 أيام، ونزعت منها، قمت بالتطريد، نزعت منها الطردين وكذلك 7 ملكات عذروات. اليوم بعد 3 أيام أتيت لأفحص، أو في اليوم الرابع، وجدت أن هناك ملكة ضعيفة، نزعتها من الخلية. هذه الملكة ملكة عذراء، النحل يعتني بها جيدا، يعني خلاص تطريد. هناك ملكة واحدة، نزعت هذه الملكة، والآن حان وقت إدخال الملكة الملقح. هذه خلية، هذه طرد صغير، نزعت له الملكة، أو سأنزع له الملكة. هاي الملكة، هاي يعني أنا عندي ملكات عذروات سأضعهم في الطرد، وسأخذ هذه الملكة. لكن قبل أخذها يجب أن أعلمها يعني ضرب عصفورين بحجر حتى يسهل علي إيجادها. إذا هاي الملكة أمامكم، القفص كذلك، لأني سأضعها في القفص. هاي طريقة المسك، مسك الملكة. شاهدوا، تكون هناك خفة وعدم ضغط، يعني الضغط يكون خفيف جدا. أين هي الملكة؟ ها هي، شاهدوا، تضغط عليها فوق الشمع، ها هي الملكة. إذن ها هي، الآن سأقوم بتعليمها. ها هي الملكة، يجب ألا تضغط عليها كثيرا. علمتها، والآن سأضعها في القفص، مع القفص مع بعض العاملات، لأن العاملات هذو عاملات من خليتها، يعني من خلية تاعها. لو تضع معها عاملات من خلايا أخرى ممكن يقتلوا هذه الملكة. هاهي، قلت يجب أن لا تضغط عليها. ضع الآن في القفص، طريقة الوضع في القفص، ها القفص، تفتح تغلق مباشرة، تنزلها للأسفل، تغلق عليها. هاي الملكة بالداخل، شغالات من هذه الجهة، وتبدأ بإدخال الشغالات هكذا هكذا. هاي دخل الشغالات بهذا الشكل، لكن هاي الآن تحرك هكذا حتى تهبط الملكة، تنزل الملكة الأسفل وتغلق، تغلق بهدوء، يعني ممكن تصيب الملكة. إذن هاي هنا غلقنا، إذن هاي الخلية وهاي الملكة. شوفوا الخلية، قلنا بعسلة، قامت بالتطريد، نزعنا منها طردين وملكة عذروات. بعد 4 أيام وجدت ملكة عذراء لم أنتبه إليها ولم أجدها المرة السابقة، وهي أصبحت الملكة الأم. نزعتها ووضعت ملكة ملقحة. هذه الملكة الملقحة قمت بتعليمها وجلبتها من طرد صغير. ها هو الطرد أمامك، ها هو الطرد. سأضع له ملكة عذراء بالقفص، دائما بالقفص، 3 أيام وافتح عليها. شوفوا الخلية هذه التي قامت بالتطريد، شوفوا النحل بدأ يتوافد على الملكة، ليس معناه أنه قبلها، ولكن لمهاجمتها. بعد مرور يعني سويعات، يعرف أن هناك ملكة ملقحة والعذراء ليست بالخلية، وفيه نحل يقدم التغذية ونحل يريد أن يهاجم. يعني مستحيلات أنك تجد كل النحل يهاجم ولا يغذيها. أنا أتكلم عن القفص، هذه هي، أين توضع؟ توضع بين الإطارات.
عند السعر هذا علينا في الوسط بين الطرف الوسط تكون متجهة للأسفل بهذا الشكل من هنا هكذا ثم نزيح أكملنا المهمة بسلام. ملك الملقحة راهي هنا بين إطارات صندوق التربية. بعد 3 أيام أفتى عليها أنا الذي أحررها إن شاء الله، وإذا رأيت أن النحل يتكور عليها سأرجعها مرة ثانية 2 أو 3 لكي يقبلها إن شاء الله. الخلية ليست مكذبة، تكون سهولة في قبول ملك الملقحة عكس الخلية المكذبة، تكون الفترة طويلة. إذا دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك معنا في القناة. هذا هو الفيديو الثالث أو الجزء الثالث لهذه الخلية، قامت بالتطريد، خلية قوية قامت بالتطريد أو كانت تتهيأ للتطريد. نزعت منها طردين ونزعت ملكات ووضعت لها ملكة ملقحة اليوم بعد 4 أيام. إلى اللقاء وتحية لكم من الجزائر.